حتى لو اطلع في سناب اتكلم ولا يطلع بحسن نية، لكن للاسف في ناس يفسرونه بشكل غلط. صايرة هجمات غريبة من كل حتة، استغربت الموضوع. يحق لكل احد انه ينتقد، يحق لكل احد انه يقول اللي يبيه في حدود الادب. يعني الموضوع بيأثر في، يعني ما انا قادر اعبر لك، ترى الموضوع مؤثر مرة، يعني خصوصا اخر 4 شهور 3 شهور صار الوضع مخيف لدرجة يا رجل فكرت اقفل حساباتي كلها، فكرت اني اطلع يعني خلاص. مو معقولة انك تدخل تحصل سب، تحصل كذا، تحصل انه انا الحمد لله حققت انجازات حلوة سواء لنفسي ولا سواء حتى على الوطني. انا في اليوم العالمي للغة العربية شاركت في اليونسكو ممثل للسعودية، يعني وقفت قدام خادم الحرمين الشريفين ولي عهده مرتين، واكيد انه شخص ما رشحوا لهذه الاماكن الا انه يستحق. فكمية الهجمات الكبيرة هذه اللي قاعد تيجي، عرفت اللي ما تحس انه مدفوع الموضوع ولا ايش السالفة؟ طيب عارف وش بتقول، الكلام كثير هذا قاعد يجيني انه ما عليك كل ناجح محارب و و و و و و، بس ترى لا 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 برضو لا 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 تنسى، لا 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 تنسى، شوف لا تنسى انا عندي اهل. حلو، فصعب مريت. انه اسمع صعب انا والله الموضوع انه والله والله سواء مريت الوالدة بكذا ولا كثير. حتى اخواني يقرون اشياء زي كذا، عرفت؟ انا عادي عندي، عرفت؟ والله عادي، ما انا متعود، لكن ايش ذنبهم هم؟ فهمت؟ انا معك اني انا مريت باللي انت تمر فيه والله. انا ما اقول لك انه كلهم كل الناس كرهتني ولا كل، بالعكس انا يا اخي عارف انا عارف الداعمين كثير، ويعني الحمد لله اللي يحبوني كثير، يعني الحمد لله، والمحبة ما تنشر. أكيد. حلو، اي محبة الناس هذا شيء من الله، القبول من وأنت الله. فنان غصب عنك. أوكي.